وهذا اللي خلى الشارع العراقي يطلع ويحتفل بأنه رجع الفرع إلى الأصل. والإعلام العراقي نجح بدرجة كبيرة بإقناع المجتمع العراقي بأنه الكويت وأمراء الكويت هم عملاء لدول غربية آمروا على العراق ويريدون سرقة العراق. وفي إشاعات بعدها طلعت بأنه في المفاوضات اللي حصلت في السعودية بوساطة الملك فهد الله يرحمه بين الكويت والسعودية في ترسيم حدود أو كذا مع العراق، مع العراق، في الدعايات اللي وصلت بأنه من رجع عزة الدوري بعد التقائه بالوفد الكويتي في جدة، نعم، على أساس أحد شيوخ الكويت قال لأن الكويت تطالب في ديونها، فعزة الدوري في وقتها قايل بأنه احنا طالعين من حرب لو تصبرون علينا لحد ما أمورنا ترجع. فعلى أساس أحد شيوخ الكويت قال إذا ما عندكم فلوس دزونا نصف بانكم اللي ما يسوون 10 دنانير في السوق. فهذا الكلام انتقل إلى الرئيس صدام حسين. هذا كلام أنا ما سامعه، بس هذا كان اللي منتشر بكثافة، اللي خلى العراقي تعرف. لأن أما هو هذا كان دعاية إعلامية أو بث لأجهزة أمنية تبث هذه الإشاعات داخل المجتمع العراقي، وهو اللي أسرع مجتمع في العالم تنتشر به الإشاعة وتضربه على وتر الغيرة وتر والغيرة والعرض العراقي وكذا. فهنا على أساس صدام حسين قال لهم هذا الكلام صحيح، فعزت تكررها عليه، نعم، قال لي جيبوا العراقيين. فقال لهم أوكي أنا راح أنام، أريد أقعد الصبح، ما أريد أشوف شيء اسمه دولة الكويت. هذا الكلام اللي كان منتشر في داخل العراق، يعني قال أنا أنام اليوم واحد في الشهر، أقعد الصبح 2 ما في كويت. فهنا العملية صارت بأنه العراقي اكتسب هذا الوضع، اكتسب هذا الموضوع. وفعلا صدام حسين رئيس الدولة لما أمر الجيش يتقدم ويأخذ الكويت ما كان غلطان، لأن يحاول يحافظ على كرامة العراق اللي وهذا العراق اللي عمره 7000 سنة، وعرض العراقية مهما كلف مهما صار، لو نص الشعب العراقي ينمحي من أجل العراقية فندفع ثمن. هذا التكتيس الإعلامي في العقل العراقي نجح بطريقة فظيعة. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.